ندشن المنحة الثالثة من منحة الوقود المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والتي يقوم بالإشراف عليها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وهي بحجم جيد 75 ألف طن من الديزل و40 ألف طن من المازوت. لا شك هذه المنحة سترفع الكثير من الضغط في هذا الصيف الحار والحارق في المناطق المحررة، وباسمنا وباسم محافظة عدن الأستاذ أحمد الأملس نقدم جزيل الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الملك سلمان حفظه الله وإلى سمو ولي عهده الأمين وإلى الأخوة في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن برئاسة سعادة السفير.